النشرة الرياضية من الميادين، أهلا بكم. مارادونا يخطف الأضواء في مباراة الأساطير التي أقيمت في زيورخ على هامش حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم. الأسطورة الأرجنتينية شارك في مباراة استعراضية إلى جانب رئيس الفيفا جياني إنفانتينو وعدد من النجوم المعتزلين على رأسهم مواطنه جابرييل باتيستوتا والإسبانيان كارلوس بويول وميشيل سالجادو، إضافة إلى المصري محمد أبو تريكة. بين مصر وتركيا تتداخل السياسة والرياضة من أجل دعم أندية محلية على حساب أخرى. فريق الرئيس التركي وصل إلى مرحلة النضوج الكروي سريعا وتصدر السوبر ليج، فيما عاد نجم الرئيس السابق حسني مبارك إلى الواجهة الكروية المصرية مجددا. في ضاحية باشاك شهير في مدينة إسطنبول، فريق واعد يحمل اسم الضاحية نفسها دخل رزنامة الكرة التركية من بابها الواسع وفرض نفسه بقوة على الصعيد المحلي، مستمدا قوته من دعم الرئيس رجب طيب إردوغان. باشاك تصدر السوبر ليج وتوج بلقب بطل الشتاء متفوقا على أعرق الأندية التركية برغم كونه حديث العهد. منذ 27 عاما أبصر باشاك شهير النور منبثقا عن فريق كان تابعا لإدارة بلدية المدينة التركية العريقة. الفريق صعد بسرعة الصاروخ نحو النجومية من خلال دعم خفي تلقاه من إردوغان الذي افتتح ملعبا عصريا في ضاحية باشاك شهير حمل اسم فاتح تريم. الملعب الجديد يتسع ل 17 ألف متفرج. أقيمت عند افتتاحه مباراة استعراضية شارك خلالها إردوغان بزي باشاك شهير وأحرز ثلاثية. إنشاء إردوغان لفريق باشاك شهير جاء بهدف سحب البساط من مشجعي ألتراس بشكتاش المعروفين بتوجههم اليساري والليبرالي، إضافة لكونهم من أوائل الحركات التي شاركت في احتجاجات ضد خطط إردوغان بخصوص منتزه جيزة عام 2013. إردوغان يؤثر بشكل مباشر في نجاح باشاك شهير بالحصول على تمويل من قبل الرعاة، فمؤسسة البناء ماكرو إنسات ترعى قميص النادي وهي مقربة من حزب العدالة والتنمية. التدخل السياسي في كرة القدم يعيدنا في الذاكرة إلى مصر أبان حكم الرئيس حسني مبارك، حيث لعب نجلاء الرئيس دورا كبيرا في تحديد هوية الأندية التي تصعد إلى الدرجة الأولى وتهبط إلى الثانية. وبعد أقصاء آل مبارك عن الحكم والزج بالشقيقين علاء وجمال داخل السجن، عاد الثنائي إلى الواجهة الرياضية مجددا من بوابة مباراة منتخب الفراعنة أمام تونس، حيث فوجئت الجماهير المصرية بحضورهما إلى استاد القاهرة الدولي. استعدادا لكأس الأمم الأفريقية التي تنطلق السبت المقبل في الجابون، لقاء عربي ودي في القاهرة ينتهي بفوز مصر على تونس بهدف وحيد. هدف المباراة سجله البديل مروان محسن في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا عن ضائع. أساهم نجم روما الإيطالي محمد صلاح في صناعة الهدف الوحيد من تمريرة لمحمود عبد المنعم. المباراة استغلها مدرب أصحاب الأرض هيكتور كوبر ونظيره مدرب الضيوف كاسبر جاك لوضع اللمسات الأخيرة على تشكيلتيهما. وستلعب تونس في المجموعة الثانية مع الجزائر والسنغال وزيمبابوي، أما مصر حاملة اللقب الأفريقي 7 مرات فتلعب في المجموعة الرابعة مع غانا ومالي وأوغندا. تهنئة رئاسية تلقاها رياض محرز بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب أفريقي. الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أكد في رسالة التهنئة إلى اللاعب أنه سيبقى فخرا للجزائريين، وأشار إلى أنه تابع باهتمام واعتزاز الفوز المستحق الذي حظي به لاعب ليستر سيتي. بوتفليقة اعتبر أن اختيار محرز لتمثيل الجزائر شرف لوطنه، أن هذا التتويج سيكون حافزا ومشجعا للاستمرار في بذل جهد أكبر ونشاط أكثر تألقا. سفيان بوفال رابع لاعب أساسي يغيب عن تشكيلة المغرب في كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الجابون اعتبارا من السبت المقبل. الإصابة تضاعفت لدى لاعب ساوثهامبتون الإنجليزي واضطر إلى عدم التدرب مع أسود الأطلس خلال المعسكر في الإمارات. وسبق أن غادر تشكيلة المغرب للإصابة أيضا يونس بالهند لاعب نيس الفرنسي وأسامة طنان لاعب سانتيتيان ونور الدين مرابط لاعب واتفورد الإنجليزي. وسدع المدرب الفرنسي إيرفي رونار عزيز بوحدوز وعمر القدوري على أن يكمل التشكيل لاحقا المرشح لملء الفراغ إسماعيل الحداد مهاجم الوداد البيضاوي.
استقالة كارلوس كيروش مرفوضة من الاتحاد الإيراني لكرة القدم. الاتحاد طالب مدرب المنتخب بالبقاء في منصبه، وسيسعى للتوسط في الخلاف الدائري حاليا بين المدرب البرتغالي ومدربي الأندية المحلية. أعرب عدد من المدربين في إيران عن شكواهم من المعسكر الأخير للمنتخب الإيراني في دبي، إذ رأى المدربون أن هذا المعسكر لم يكن ضروريا، ولا سيما بعد إلغاء المباراة الودية ضد المغرب. واتهم المسؤولون كيروش بعدم مراعاة الأندية التي أصبحت مضطرة لإعداد فرقها لمباريات الدوري المحلي في غياب عدد من اللاعبين. يذكر أن عقد كيروش مع الاتحاد الإيراني ينتهي العام المقبل. انتزع الريان فوزا صعبا من أم صلال في افتتاح المرحلة 15 من الدوري القطري لكرة القدم. الإسباني سيرخيو غارسيا سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 51. الدقائق الأخيرة من المباراة شهدت سحب الحكم 3 بطاقات حمراء، حيث طرد لاعبي الريان فيكتور كاسيريس وعبد الكريم العنزي، كما طرد لاعب أم صلال بانيك ساكبو. الريان حقق انتصاره الثامن في 15 مباراة، رفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد أم صلال عند 19 نقطة في المركز السادس. ليو ميسي ينقذ برشلونة من خسارة ثانية على التوالي بتسجيله هدف التعادل في مرمى فياريال في المرحلة 17 من الدوري الإسباني. مدرب البارسا لويس إنريكي قال إنه لا يمكن أن يلوم اللاعبين لأن فريقه استحق الفوز. الإسباني وصف الفترة التي يمر بها برشلونة بالصعبة، مشيرا إلى أن فريقه افتقد اللمسة الأخيرة. وبالرغم من اتساع الفارق مع ريال مدريد إلى 5 نقاط وتراجع البارسا إلى المركز الثالث، أكد إنريكي أن هدفهم هو القتال على لقب الليغا حتى النهاية. والآن ننتقل وإياكم إلى جولة الصحف مع عبد الرحمن عز الدين. شكرا لك يا عبير، أهلا بكم مشاهدينا. نبدأ جولة الصحف من إنجلترا وغلاف صحيفة ستار سبورت الذي جاء فيه العناوين التالية: تشيلسي يفوز ب4-1 على بيتر برو، وكونتي غاضب من طرد تيري ويريد الاستئناف، يورغن كلوب أتحمل الفوضى في الريدز، ونقرأ أيضا لا دليل على بقاء روني. إلى إسبانيا وغلاف صحيفة آس ونقرأ فيها العناوين التالية: من منهما؟ كريستيانو وميسي يتنافسان اليوم على جائزة الأفضل في زيوريخ، وغريزمان سيشاهدهما. ميسي يجنب البارسا كارثة بهدف في الدقيقة 89 أمام فياريال. إلى الجزائر مشاهدين، وجاء في صحيفة الخبر العنوان التالي: تسيب في الأخضر. الصحيفة وصفت بالفضيحة المدوية قيام بعض لاعبي منتخب الجزائر وهم منشغلون باستعمال هواتفهم النقالة على مقاعد البدلاء بدلا من التركيز في المباراة التحضيرية المهمة التي خاضوها أمام موريتانيا. الصحيفة اعتبرت أن المنتخب يحتضر بسبب بلوغ مهازله حدا لا يطاق. مهازل رسخت حالة التسيب في بيت الأخ الخضر، وأكدت أيضا ضعف شخصية المدرب البلجيكي جورج ليكنز أمام كوادر المنتخب. إلى مصر مشاهدينا، واخترنا لكم العنوان التالي من صحيفة اليوم السابع: الفراعنة الكبار يطالبون كوبر برفض دولارات الخليج وأوروبا. طالب اللاعبون الكبار في المنتخب المصري وعلى رأسهم عصام الحضري وأحمد فتحي وشريف إكرامي وعبد الله السعيد الأرجنتيني هيكتور كوبر بالاستمرار مع الفراعنة حتى تحقيق حلم التأهل إلى مونديال روسيا 2018. وأكد الرباعي للخواجة أنه يحظى باحترام وحب جميع اللاعبين، لذا سيكون رحيله بمثابة الصدمة للاعبين الذين يشعرون بأنهم اقتربوا كثيرا من تحقيق حلم المونديال بعد غياب طويل. الختام سيكون مع صحيفة الوطن السعودية ونقرأ فيها: الحكام والمدربون ينتظرون مستحقاتهم المتأخرة. أضحت لجنة حصر المستحقات المالية التي شكلها الاتحاد السعودي لكرة القدم أمام تحد صعب، ولا سيما أن هناك مستحقات متأخرة للحكام لعدة سنوات وللمدربين الوطنيين والعاملين في الاتحاد، إضافة إلى مستحقات الأندية والجهات الخارجية. مع هذا الخبر من صحيفة الوطن السعودية نختم جولة الصحف ونعود وإياكم إلى عبير.
شكرا لك عبد الرحمن. مصر بطلة للعرب في كرة السلة بعد فوز دراماتيكي على المغرب في المباراة النهائية. أسود الأطلس أضاعوا اللقب بعدما تفوقوا في بعض فترات اللقاء قبل أن يخسروا في الدقائق الأخيرة بفارق 6 نقاط في القاعة المغطاة لاستاد القاهرة الدولي. أحلت البحرين ثالثة بفوزها على السعودية بفارق 10 نقاط. وشهدت البطولة غياب مجموعة من المنتخبات القوية أبرزها قطر ولبنان وتونس. في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين ممفيس غريزلز يتغلب على ضيف يوتا جاز بفارق 9 نقاط. الاحتياطي داك راندولف تألق في صفوف صاحب الأرض، سجل 13 نقطة والتقط 11 متابعة، فساهم بشكل كبير في تحقيق خامس القسم الغربي الفوز 24 في 40 مباراة. وبالرغم من هزيمة يوتا إلا أن لاعبه جوردن هايوورد كان أفضل مسجل في المباراة مع 22 نقطة، لكنه لم ينجح في تجنيب سادس القسم الغربي الخسارة 16 في 39 مباراة، يتجمد عدد انتصاراته عند 23. توج غريغور ديمتروف بلقب بطولة بريسبن الدولية للتنس بفوزه في النهائي على كي نيشيكوري المصنف 15 عالميا، تخطى المصنف 5 بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-2 2-6 و6-3، ليحقق البلغاري فوزه الأول على الياباني في المواجهة الرابعة بينهما. بطولة بريسبن تأتي استعدادا لبطولة أستراليا المفتوحة. البطولة هي أولى البطولات الأربع الكبرى الموسم الحالي والتي تنطلق في ميلبورن بارك خلال الشهر الحالي. هكذا مشاهدينا وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا الرياضية، شكرا لكم على حسن المتابعة. تحية رياضية في أمان الله.